المستعدين للخبره والمستعدين للمستعدين اللي خلينا بعيد عن الصغار اهم مجال التوصيل اللي كان عندنا عرض اللي كانت في المجال ومن خلال التحليل الاوراق اللي صفرت الدورة هذه ديال يوليوز 2023 هي دورة قانونية دورة عادية ولكن المحتوى ديالها يعني خاص وكيمكن نقسمها إلى جزئين. الجزء الأول هو يعني الموافقة على الصبغة النهائية لبرنامج التنموي اللي جاء الدار البيضاء سطات واللي كما تتبعتم فيه 51 برنامج ومشروع بقيمة 47 مليار ديال الدرهم واللي كيشمل كل نقاط الجهة قطاعات معنية ولكن كل نقاط الجهة. ثانيا الجزء الثاني هو التصويت على تقريبا 80 اتفاقية شراكة بين الجهة وبين جماعات بين أطراف مختلفة واللي كتدخل ضمن تفعيل البرنامج التنموي الجهوي اللي فيها يعني الشق او الشق الاجتماعي كياخذ واحد الحصه المهمه كذلك يعني الا خدينا هذه الاتفاقيات 80 تقريبا 3 مليار ديال الدرهم هي بوحدها ف يعني التصويت اليوم غادي يكون على تقريبا 3 مليار ديال الدرهم زياده على 3 ديال اتفاقيات اطار اللي هي تعتبر بمثابه عقد برنامج بين الجهه والدوله اللي كتعلق بوزارة الثقافة، وزارة التجهيز والماء، وكذلك وزارة التربية الوطنية. هادو بثلاثة. بالنسبة للثقافة هو برنامج للخمس سنوات المقبلة، التنشيط الثقافي للتعليم ديال ما يتعلق بميدان يعني المسرحي والفني إلى آخره، وكذلك لإنشاء مهرجانات خاصة بالجهة. واستغلال بعض المنشآت الثقافية اللي غير يعني مشتغلة لحد الساعة. الجزء الثاني أو عقد البرنامج الثاني هو بين وزارة التجهيز والماء والجهة وشركاء آخرين خاصة الجماعات ووزارة الداخلية اللي فيه شقين. الشق الأول هو شق الطرقات بما في ذلك الطرق القروية واللي هو بوحده فيه شي 5.5 مليار. والشق الثاني يتعلق بالماء اللي كذلك فيه اولا يعني الحفاظ على الثروه المائيه خاصه في بعض المناطق، ثانيا نقل الماء من حوض سبو الى بورغراك ثم لعندنا هنا، وكذلك يعني تغذيه واحد العدد ديال المناطق القرويه بالماء الصالح للشرب. هذا الشق هذا ديال الماء والبيئه يعني اتفاقيه اطار اللي عندنا مع الوزاره ديال عفوا الماء والتجهيز تقريبا 6.8 مليار ديال الدرهم. واتفاقيه اطار الثالثه هي مع وزاره التربيه والرياضه اللي كتهم واحد العدد ديال المنشات الرياضيه ومنشات ديال التعليم خاصه مدارس قرويه واللي كذلك هي فيها حوالي 3 مليار ديال الدرهم. دونك هادو 3 اتفاقيات اطار اللي هما مهمين وهما خريطه طريق قطاعيه داخلين في البيدير يعني برنامج التنموي الجهوي. علاش كنأكد على هادشي باش نقول لكم ان رغم ان البرنامج هذا تم التأشير عليه الاسبوع الماضي فحنا برمجنا التفعيل ديالو في مع الشركاء باش يتم التسريع ان الوقت يداهمنا. هذا هو لان التحدي الاول كان هو اننا ندير واحد البرنامج متكامل وتم الموافقه عليه من طرف الشركاء. انا كنقول لكم على ان 47 مليار يعني الجهه اللي بعدنا يعني ربما يلا وصل النص على الاقل يعني هذا برنامج طموح. أول كبيرة أو التحدي الثاني واللي هو أهم هو الإنجاز. فاحنا الآن يعني سياسيا برمجنا حوالي 20% من هذا البرنامج من خلال الاتفاقيات اللي دوزناها في الدورتين السابقيتين واللي كندوزو اليوم. دونك كيبقى تتبع في الميدان
هذا الإدارة اللي كتقوم به وكل الإخوان والشركاء كذلك. وثم بقى عندنا 80% اللي خصنا نبرمجوها إن شاء الله فيه. كنظن على أن إن شاء الله في الدورة المقبلة غادي نعطيو برنامج مدقق فينا بلاصة تكون كل حاجة وفوقاش غادي يكون الاستثمار ديالها. نقطة 27 الموافقون إجماع، نقطة 28 الموافقون الإجماع، نقطة 29 الموافقون الإجماع، نقطة 30 الموافقون الإجماع، نقطة 31 الموافقون الإجماع، نقطة 32 الموافقون الإجماع، نقطة 33 الموافقون الإجماع، نقطة 34 الموافقون الإجماع، نقطة 35 الموافقون الإجماع.